كمان من الأحزاب اللي طلعت بيانات ليها علاقة طبعا بالتعليق على المشهد ده، على مخرجات أو فعاليات حوار حكاية وطن، وكمان إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي وتلبيته لدعوة الشعب المصري للترشح للرئاسة. عندنا حزب مستقبل وطن اللي أعرب عن خالص اعتزازه وتقديره لتلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء المصريين واستجابته لإرادة الجماهير التي تصارعت وخرجت في جميع ميادين مصر تؤيد ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة. وجدد الحزب العهد مع الرئيس السيسي باستكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز التحديات وتثبيت أركان الدولة حفاظا على الوطن العظيم قويا شامخا. وانطلاقا من دور الحزب السياسي وبالنظر إلى حجم قواعده التنظيمية في كافة محافظات الجمهورية، تعهد الحزب بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بأن تكون هذه الانتخابات مقدمة لحياة سياسية حيوية وتعددية من خلال إسراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، حتى يخرج هذا الاستحقاق التاريخي بصورة تليق بالمصريين شعبا ودولة.